العديد من العائلات الجزائرية تفضلن قضاء يوم عطلة الأسبوع خارج المنزل بحثا عن جو جديد يخفف ضغط أسبوع كامل من التعب، وهو الأمر الذي يساعد على تجنب الاضطرابات العائلية، يقول زميل إبراهيم برقاش في هذا التقرير. اليوم يوم عطلة، وبعيدا عن أجواء العمل والضغط الذي يعيشه مختلف الأزواج في تسيير شؤون الحياة، رشيد وعائلته اختاروا منتزه الصبلات للترويح عن النفس وتبادل أطراف الحديث، متناسين بذلك التعب والضغط الذي يعيشونه طيلة أيام الأسبوع. احنا جينا من البليدة، جينا ترفوه شوية، جينا مع لابريسيون تاع خدمة ومع القراية تاع الدراري نخرجوهم الويكاند. رانا هنا جينا نريحوا مع لي فامي، ورانا مع لي فامي الله يبارك. تحس بلي لابريسيون تنقص كي تخرجي هكايا، تقدري تعاودي تقلعي لا سومان، عندك الكوراج باش تقري ولادك، باش مام راجلك تعاودي تطلعي له المورال يدخل، سي با سا شغل مام بوغ لي مامون لازم لهم هاد لي سورتي. حتى الأطفال لهم مجال من الفسحة وتخفيف تعب الدراسة، مستعدين لأسبوع جديد من الجهد الفكري. مع ريفيزيون شوية، ريفيزيون مع العشية هذيك شغل تكون شوية ضغط قراية وريفيزيون شوية يعياو، يبداو عزيرو، إذا يبداو عزيرو يكون ريح، يكون جوز الويكند تاعو بيان، يكون مع عندهم الجمعة والسبت عندهم يومين يريحوا فيهم. تخصيص يوم عطلة الأسبوع للنزهة من شأنه تخفيف الكثير من التعب وكسب قوة جديدة لمواجهة ضغوطات الحياة، هو ما أكده الأخصائيون. عطلة نهاية الأسبوع هي فرصة ومتنفس لاسترجاع الراحة والثقة بالنفس، وأيضا باش يرتاح الإنسان من ضغوطات أسبوع كامل اللي فيه عمل، فيه مسؤوليات، فيه التزامات، سواء كان للأزواج أو للعائلات، الأسر في المجتمع. يحتاج الإنسان دائما إلى فرصة أو مساحة لأخذ الراحة ولأخذ نوع من الحرية والاستقلالية في بعض المفضلات اللي يعيشها في حياته اليومية. إذا كان الضغط يولد الانفجار في قانون الفيزياء، ففي علم الاجتماع يقال إن الضغط يولد الاضطراب، فتخصيص راحة للنفس والترويح عنها بمثل هذه الخرجات يكون الحل الأمثل.